مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم في دروسنا المصورة لقسم العلوم الاجتماعية. نحن الآن في وحدتنا الخامسة ودرسنا الأول وهو النهضة الأوروبية. بداية نذكركم بقيمتنا التربوية لهذا اليوم، ألا وهو شهر شعبان. عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاحرصكم يا حبيب على شهر شعبان وفضائل شهر شعبان أن تكتسبها. ثم لدينا بعض الأسئلة عن درسنا السابق، أجب معي الحبيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: من مظاهر عصر النهضة؟ أحسنتم يا حبيب، هي ظهور اللغات القومية. السؤال الثاني: المخترع الذي يرجع إليه الفضل لاختراع الطابعة هو؟ أحسنت يا بطل، هو يوحنا جوتنبرغ. من مظاهر عصر النهضة الأوروبية؟ أحسنتم يا حبيب، هو ظهور اللغات القومية. نيكولا ديكابيلي هو أحد مفكري عصر النهضة وصاحب كتاب أحسن يا بطل الأمير. السؤال الأخير: من النتائج المترتبة على الحركة الإنسانية هو؟ نعم، ظهور العديد من المفكرين. ثم نأتي إلى أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول هو أن يفسر الطالب سبب الإصلاح الديني في أوروبا. والهدف الثاني هو أن يذكر الطالب النهضة الفنية والأدبية واللغات القومية كمظهر للنهضة الأوروبية. والهدف الثالث وهو أن يستنتج الطالب النتائج المترتبة على النهضة الأوروبية، ومع هدفنا الأول أسباب الإصلاح الديني. بني الحبيب، لدينا نشاط أريد منك أن تقوم بحل هذا النشاط. أريد منك أن توقف الفيديو وقم بحل النشاط، ثم تأكد من أن إجابتك صحيحة. نبدأ في النشاط. النشاط هو عندما تشير عقارب الساعة إلى الساعة الثانية، نتوصل إلى أن أول مكان ظهرت فيه حركة الإصلاح الديني هو أول دولة ظهر الإصلاح الديني فيها هي حسنت هي ألمانيا بالطبع عند الساعة الثانية. عند الساعة العاشرة أول من قام بحركة الإصلاح الديني عند الساعة العاشرة حسنت بني الحبيب وهو مارتن لوثر، هو أول من قام بحركة الإصلاح الديني. السبب في حركة الإصلاح الديني، سبب الإصلاح الديني، ما هو سبب الإصلاح الديني؟ لما قاموا بإصلاح الدين في عند الساعة الحادية عشر؟ بسبب فساد الكنيسة الكاثوليكية. وهنا الكنيسة الكاثوليكية المقصود بها الكنيسة الموجودة في القارة الأوروبية. السؤال الرابع: الهدف من الإصلاح الديني، ما هو الهدف من الإصلاح الديني بني الحبيب؟ أقول عند الساعة الواحدة. الهدف من الإصلاح الديني أحسن هو إصلاح الكنيسة وإلغاء سقوط الغفران. السؤال الخامس: من النتائج المترتبة على الإصلاح الديني عند الساعة السابعة؟ أحسنت بني الحبيب، هو انقسام المسيحيين إلى كاثوليك وبروتستانت واشتعل الصراع بينهما. انقسم المسيحيين إلى قسم أو مذهب اسمه الكاثوليك ومذهب آخر واسمه البروتستانت، وحدث صراع بينهما كان نتائجا مترتبة على الصراع. هنا سؤال للمتميزين، وأنا أعلم أن كل طلاب الأندلس كذلك: هل يجب الإصلاح لكل الأديان؟ دلل على صحة ما تقول. لا، بالطبع لا يجب الإصلاح لكل الأديان، فلدينا الدين الإسلامي لا يحتاج إلى إصلاح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. لذا قال أيضا تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. السؤال في الاختبار يأتي على هذا الشكل: انطلقت حركة الإصلاح الديني في ألمانيا على يد؟
أحسنت من الحبيب على يد مارتن لوثر. صفحة 117 تذكر عملا تاريخيا لكل من الشخصيات التالية. مارتن لوثر أحسنت يا بطل، هو قام بحركة الإصلاح الديني في ألمانيا. صفحة 118 السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على حركة الإصلاح الديني في أوروبا؟ أحسنت يا بطل، انقسام المسيحيين إلى كاثوليك وبروتستانت واشتعل الصراع بينهما. ثم نأتي لهدفنا الثاني، أن يذكر الطالب النهضة الفنية والأدبية واللغات القومية كمظهر من مظاهر النهضة. ابني الحبيب، ما المقصود باللغات القومية؟ اللغات القومية أي لغة لقوم بعينهم، عكس اللغات العالمية. اللغة العالمية تحدث بها كثير من الأقوام، لكن اللغة القومية تختص بدولة بعينها عن دولة أخرى. وكانت أوروبا تتحدث في ما قبل اللغة اللاتينية، لكن أصبحت تنقسم الحين إلى لغات مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية وغيرها من اللغات. هل اللغات القومية ساعدت في تكوين الحضارة؟ نعم. كيف؟ إذا كنا نحن كقوم لا نستطيع التحدث أو لا نستطيع قراءة الكتب المكتوبة باللاتينية، فلابد أن تكتب هذه الكتب بلغة قومنا حتى نستطيع أن نعرف المعلومات الموجودة ما بين الكتب. بني الحبيب، أريد منك أن توقف الفيديو وتفتح الكتاب صفحة 112 وتقرأ الفقرة الخاصة بالنهضة الفنية والأدبية، ثم تجب معي على الأسئلة التالية. شهدت أوروبا نهضة فنية في مجال، أحسنت يا بطل، في مجال العمارة والنحت والرسم و أحسنت بني الحبيب والشعر. فظهر الأدباء والرسامون والشعراء مثل، نعم، الأديب ويليام شكسبير، و أحسنت بني الحبيب، مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي، ودنتي صاحب كتاب الكوميديا الإلهية. هنا في النهضة الفنية نقول أنهم برعوا في العمارة والنحت والرسم والشعر، وظهر كثير من الأدباء والرسامون والشعراء مثل ويليام شكسبير ومايكل أنجلو وليوناردو دافنشي، ودنتي صاحب كتاب الكوميديا الإلهية. أقبل بعض المفكرين على استخدام اللغة، أحسنت يا بطل، اللغة القومية في كتاباتهم، مما أسهم في، إذا كانت اللغة القومية لغة الناس، سيسهم ذلك الأمر في نشر الثقافة بين عامة. هيا بنا بني الحبيب نجيب على تلك الأسئلة. من أهم أدباء عصر النهضة الأوروبية هو، أحسنت بني الحبيب، أهم أديب هو الأديب ويليام شكسبير. السؤال التالي، صاحب كتاب الكوميديا الإلهية هو، الكوميديا الإلهية، أحسنت بني، هو دانتي. السؤال التالي، يرجع الفضل في نشر الثقافة بين عامة الشعب إلى، أحسنت يا بطل، هو تطور كتابة باللغة القومية. كانت الكتب بأوروبا قديما تكتب باللغة، أحسنت بني الحبيب، اللغة اللاتينية. ثم نأتي إلى هدفنا الثالث، وهو أن يستنتج الطالب النتائج المترتبة على النهضة الأوروبية. بني الحبيب، هيا نكتشف نتائج النهضة الأوروبية. إذن نتائج النهضة الأوروبية هي انهيار النظام الإقطاعي وظهور الدول الأوروبية الحديثة وإحياء الدراسات القديمة. النهضة الأوروبية نتج عنها انهيار النظام الإقطاعي، أن النظام الإقطاعي انهار في أوروبا وأصبح لم يكن له وجود، وظهرت دول حديثة مثل ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا، وتم إحياء الدراسات القديمة، حيث قام مفكر عصر النهضة
ترجم في الكتب اليونانية والرومانية إلى اللغات المحلية مما نشر المعرفة. هي من البناء الحبيب أن نعدد تلك النتائج. النتيجة الأولى هي انهيار النظام الإقطاعي، أحسنت يا بطل. النتيجة الثانية وهي ظهور الدول الأوروبية الحديثة. والنتيجة الثالثة هي إحياء الدراسات القديمة. ما نتائج النهضة الأوروبية في الكتاب صفحة 116 السؤال الثاني رقم 4؟ أحسنت من أي الحبيب، هو انهيار النظام الإقطاعي، ظهور الدول الأوروبية الحديثة، وإحياء الدراسات القديمة. افتح الكتاب المدرسي معي صفحة 115. من مظاهر عصر النهضة الأوروبية، أحسنت بني الحبيب، هي ظهور اللغات القومية. نعم، سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين، أحسنت، عام 1453. انطلقت حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر، وبدأت النهضة الأوروبية في المدن الإيطالية. السؤال الثاني، أذكر عوامل قيام النهضة. لدينا الكثير من العوامل، أهمها إحياء التراث القديم واختراع الطباعة. عرف عصر النهضة. أحسنت يا بطل، هي فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، والتي بدأت في إيطاليا في القرن الرابع عشر. السؤال الثالث، وضح كيف أسهمت الحضارة الإسلامية في بعث روح النهضة في أوروبا؟ أسمع لهم يقول أنها أسهمت في قيام النهضة في أوروبا بانتقالها إليها من خلال طرق عدة. ما نتائج النهضة الأوروبية؟ أحسنت بني الحبيب، انهيار النظام الإقطاعي، ظهور الدول الأوروبية، وإحياء الدراسات القديمة. السؤال الثالث، بما تفسر أسهم علماء القسطنطينية في حركة النهضة الأوروبية؟ أحسنت يا بطل، لأنهم كانوا حاملين للتراث اليوناني والروماني وقاموا بإحيائه. يعد اختراع الآلة الطابعة من العوامل التي أسهمت في قيام النهضة. نعم، وذلك بأنها ساهمت في نشر التراث القديم والدراسات، وأصبحت الكتب في متناول الجميع. تعد إيطاليا مهد النهضة الأوروبية. أحسنت بني الحبيب، بسبب وجود مقر البابوية في روما وأنها تأثرت بالحضارة العربية الإسلامية. السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على الحركة الإنسانية في أوروبا؟ أحسنت يا بطل، بروز العديد من المفكرين مثل نيكولا ميكافيلي صاحب كتاب الأمير. حركة الإصلاح الديني في أوروبا، النتائج المترتبة عليها وهي أحسنت انقسام العالم المسيحي إلى كاثوليك وبروتستانت، واشتعل الصراع فيما بينهم. اذكر عملا تاريخيا لكل من الشخصيات التالية، جوتنبرغ، دانتي، ومارتن لوثر. جوتنبرغ قام باختراع الطابعة، نعم، ودانتي صاحب كتاب الكوميديا الإلهية، ومارتن لوثر وهو قام بحركة الإصلاح الديني في ألمانيا. إلى هنا بني الحبيب، نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.